السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وسعداء دايما. رمضان كريم علينا جميعا، عليكم جميعا. قبل ما أبدأ معاكم في الفيديو بقول لكم ما تنسونيش، اللي جديد أول مرة يدخل قناتي يعمل لي سبسكرايب، والمشتركين ما ينسونيش من اللايك والشير. النهاردة عاملة لكم وصفة لقمة القاضي اللي سمعتوها بتقرقش في الأول خالص. والوصفة دي هتحتاج، الأكلة دي هتحتاج لكوبايتين دقيق، ومعلقتين لبن بودر، و4 معالق نشا، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة بيكنج بودر، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة بيرة، وبطاطساية كبيرة مسلوقة، ومعلقة زيت كبيرة، بس بضيفهم في الآخر مش دلوقتي. والمية هنحتاج لكوباية وتلت بالظبط، او حسب ما الحاجة، يعني ما انتوا تشوفوا العجينة يعني هتبقى محتاجة مية قد ايه، بس هي كوباية وتلت بالظبط احتاجت العجينة. بفضل احط لها المية شوية شوية لحد ما تدوب المقادير مع بعضها، واحس ان العجينة بقت طرية. وكده خلاص اتأكدت ان كل العجينة اختلطت مع بعضها ودابت في بعضها. هفضيها بقى في بولة صغيرة عشان هعمل البطاطساية اللي انا قلتلكوا عليها في الاول. انا هريتها خالص، سلقتها خليتها مهرية عشان عايزاها تبقى نفس العجينة. هديها برضو خلطتين كده في البلندر، وبعد كده افضيها على العجينة كلها. اهم حاجة وانتي بتخلطي البطاطس تنعميها خالص، تبقى زي العجينة بالظبط، فعشان كده انا بأكد عليها وبشوفها بقت ناعمة فعلا ولا لا. بس هي كده خلاص اخر وش ليها، هفضيها على العجينة. يبقى كده خلاص خلصنا كل المقادير زي ما قلنا. مش ناقص الا غير معلقه الزيت الكبيره بقى. بعد ما خلطت البطاطس مع العجينه هقوم حاطه معلقه الزيت واقلبهم مع بعض. اقلبهم على بعض وهقلبها عشان اسيبها تختمر. هغطيها بالكيس والفوطه واسيبها ربع ساعه بالظبط، ونرجع نحمرها مع بعض. وبعد الربع ساعة شايفين العجينة اختمرت ازاي ما شاء الله. هبدأ بقى احطها في كيس الحلويات اللي هو القمع ده، ومش هحط له وش، يعني اللي هي الأداة اللي بتخلي بلح الشام يعمل شكل او البسكوت وكده. هسيبه خالص على الدايرة بتاعته العادية خالص. سهلة وبسيطة جدا لقمة القاضي، بس هي فيها شوية تكات بس بسيطة كده تعمليها
تطلع معاكي زي بتاعة الحلواني وأحلى كمان. وخلاص اهو مليت القمع وبوريكم ان هو على الفتحة المدورة العادية خالص. وسخنت طبعا الزيت، هنفضي القمع وتجيبي معاكي سكينة او مقص، تحاولي ان كل ما ينزل شوية تقصيهم عشان احنا عايزينها بقدر الامكان تطلع مدورة زي ما انتوا شايفين. والزيت اول ما تطشي فيه اي ندعة مية كده تحسيه عمل طشطشة، تعرفي ان هو ان كده الزيت سخن. وهحمر الجزء التاني بنفس الطريقة. وبعد ما احمر كل العجينة اللي انا عملتها بخليها شوية تبرد، واقوم راجعة تاني حطها في الزيت. بعد ما اخلص الجزء التاني ده انا عبيت بقية العجينة في القمع وبعمل الجزء التاني اهو، هتشوفوا معايا هطلعها وبعد كده هرجع احطها تاني. هخليها لونها كده فاتح عشان لما اجي احمرها تاني تاخد اللون اللي انا عايزاه. وبعد ما سبتها بردت خالص بقى بحطها تاني عشان تاخد القرمشة واللون اللي انا عايزاه، اللون الجميل بتاع لقمة القاضي بتاعة الحلواني. بفضل اقلبها شوية عشان كلها تاخد لون واحد. وزي ما انت شايفين اللون ده اللي انا عايزاه، وهتبقى طبعا القرقشة اللي انا عايزاها برضو. وانا طبعا مجهزة العسل من الاول، عاملة من قبلها وطريقته هسيبها لكم في صندوق الوصف. كنت عاملاها في فيديو في الكنافة. طبعا عسل بارد خالص، وهحط فيه القطايف حط فيه لقمة القاضي وهي سخنة. وطلعتها وبحطها على طول وهي سخنة في العسل، هقلبها. وبعد كده خلاص تتغرف، تبقى جاهزة للأكل. وبألف هنا طبعا، على قلبكم. سامعين الصوت؟ وشكرا جزيلا على المتابعة، ويا رب يكون قرقشة لقمة القاضي عجبتكم. أتمنى لكم حياة سعيدة وموفقة، وصيام مقبول بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.